الهلال إسماعيل الرئيس المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لكرامة وحقوق الإنسان، نظم هذا اللقاء الصحفي على إثر الحادث الشنيع اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة. فالجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان على إثر الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجبهة، وهي حماية والدفاع عن حقوق الطفل، فهذا اليوم هذا اللقاء خصصناه لموقف الجبهة من هذا العمل الشنيع. وكذلك تم تنصيب المحامي محمد النودي عن هيئة محكمة القنيطرة للدفاع وللوقوف في هذه الجريمة طيلة مراحل الدعوة. اليوم بهذا اللقاء نكون قد أخذنا توصيات من أجل الدفاع عن هذا الملف، وكذا للحد مثل هذه الظاهرة أو هذه الأفة الخطيرة التي هي ليست وليدة العهد أو ليس محدودة في المغرب فقط، فهي في دول العالم هذه الأفة، ألا وهي اغتصاب الأطفال. فاليوم بدورنا كجمعية حقوقية أننا إن شاء الله سنقوم بجميع المراسلات في هذا الملف لجميع المؤسسات، لأن ملف اغتصاب الأطفال فمن منظورنا احنا اليوم كنشوفوا أن ملزم بإعادة النظر في القانون الجنائي وخاصة مغتصبي الأطفال، لأن اليوم كنشوفوا أن مهما تحاكم هذا المجرم أو أي تجديد العقوبة مهما كانت لا 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 ما كيعطيناش واحد الغالي، لأن النفسية ديال المغاربة اليوم داخل المغرب أو خارجه تأثرت ناسيا هذه الجريمة اللي كما أشرت ماشي جريمة الاغتصاب الأولى، فهي عد الأطفال وهو هذا الاستغلال الجنسي. لهذا كذلك الجبهة اليوم بهذا اللقاء الصحفي أنها أكدت أنها ستواكب الملف بجميع خطواته النضالية كذلك، وأنها سوف رغم أننا مواكبين هذا الملف منذ بدايته، إلى أن اليوم كنشوفوا إحنا أن هذا المجرم كما شرط أي عقوبة كانت في حقه ما كتبرش الغليل ديال المغاربة داخل المغرب أو خارجه، لأنه إلى بقى هذا الشخص أو هذا المجرم مسجون، فإن السجن اللي غادي يتحال عليه أو جميع السجن اللي غادي يتحال عليه أنه مثل كباقي السجناء لمرتكبين جرائم بسيطة، لأنه يتمتع بجميع حقوقه في السجن، لأن هذا المجرم بعد الحكم الذي غادي تقرره هيئة المحكمة، احنا لا نناقش الحكم الذي تقرره هيئة المحكمة، لأننا هذا من اختصاص القضاء ونحن لنا ثقة كاملة في القضاء، لأنه ملف مهم أثر في نفسية المغاربة ملكا وشعبا. الهدف ديالنا احنا كجبهة أننا نواكبوا هذا الملف ونقوم بحملات توعوية سواء كجمعيات حقوقية أو جمعيات المجتمع المدني أو كذلك الإعلام، أننا هذه المسؤولية اليوم فهي مسؤولية ديالنا، لأن القضاء كما كنعرفوا أنه سوف يحاكم هذا المجرم بجميع النصوص والقوانين المنصوصة في القانون الجنائي. كذلك اليوم الدور اللي بقى هو الدور ديال جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والإعلام الأحزاب السياسية البرلمان، لأننا احنا اليوم بغينا نحميو هاد الطفولة أو نحميو هاد الأطفال ديالنا من هاد الظاهرة اللي ولات ظاهرة كيف ما أشرت من قبل أنها ماشي ظاهرة محدودة في المغرب، فهي في داخل المغرب ودول العالم كتعاني من هاد الأفاد. أجدد لكم الشكر جميعا، وبهذا نكون قد انهينا هذا اللقاء الصحفي، وشكرا للجميع وتحية لكم.